إذن مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية المباشرة، حيث يواصل المصريون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول حول العالم. تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من ديسمبر من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، ذلك وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت على أن غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية قد بدأت عملها اعتبارا من 10 من مساء الأمس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا أولى الدول التي بدأ فيها بالفعل التصويت الانتخابي. وقد شهدت السفارة المصرية في العاصمة البحرينية المنامة منذ 9 صباحا إقبال أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي. وقامت السفارة المصرية بتسهيل إجراءات التصويت للمواطنين للقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور. وتزينت السفارة بالعلم المصري لاستقبال المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي، وأكد المواطنون على أن المشاركة واجب وطني، مشيدين بتسهيل عملية التصويت والتنظيم الجيد. وقد فتحت مقار اللجان الفرعية الانتخابية أبوابها في دولة الإمارات المتحدة الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للدولة، وتستمر عملية التصويت حتى 9 مساء على مدى 3 أيام، ذلك للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. وقام سفير مصر بالإمارات ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود التسهيلات كافة أمام الناخبين، ذلك للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت. وفي المملكة العربية السعودية توافد المصريون على مقر اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وقد فتحت مقر اللجان الفرعية الانتخابية أبوابها في السعودية الساعة 9 صباحا، ذلك بالتوقيت المحلي للدولة. وتستمر عملية التصويت حتى 9 مساء، وذلك خلال الأيام 3 للاقتراع، ذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. وقام سفير مصر بالسعودية ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود تسهيلات كافة أمام الناخبين، ذلك للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت. وفي الكويت يتواصل توافد المصريين على مقر اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم مع افتتاح مقر اللجان الفرعية في 9 صباحا، وتستمر عملية التصويت حتى 9 مساء على مدى أيام الاقتراع 3، ذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد قام سفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي، قاموا بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت. كما شهدت اللجان الفرعية في سلطنة عمان توافدا من قبل المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وتستقبل اللجان الفرعية المصريين في سلطنة عمان من 9 صباحا إلى 9 مساء بالتوقيت المحلي للسلطنة وعلى مدى 3 أيام. وقام سفير مصر بسلطنة عمان ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود تسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت.